اسلام الناس الكل، اليوم بنشوفوا كيفاش نعملوا اول ابليكاسيون اندرويد. اول حاجه باش نديفلوبيو ابليكاسيون اندرويد لازم تي انستالي اندرويد ستوديو. باش نستالي اندرويد ستوديو نمشي نشارشي على داونلود. اندرويد ستوديو يجيني أول اللين هذايا، كليكي عليه، هنا نلقى داونلود أندرويد ستوديو، هنا الباج هذايا يحكيلنا على أندرويد ستوديو، شنو لي فونكسيوناليتي اللي فيه، كل شيء معنتها، نجمو نلقاو حكايات أخرين مهمين معنتها نجمو نتفرجو فيهم، احنا أول حاجة نتيليشارجيو، كليكيو لهنا، يمشي يعطيني لي ريجل نتاعو، هنا نقولو I have read and agree. بعد كده نكليكي داونلود. بعد ما نتيلي شارجي نمشي نكليكي عليه ننستالي. بعد ما ننستالي اول ما نحلو يجيني الفنات هذي اندرويد ستوديو، لهنا الفيرسيون تاع اندرويد ستوديو، لهنا لي بروجي. كان عندي دي بروجي خاتمهم من قبل، نورمالمون انتم كي باش تنستاليو باش يجيكم ما فماش حتى بروجي. لهنا عندنا start a new Android Studio project، هناك باش نصنع بروجي جديد نكليك عليه. كان باش نديفلوبي فلاتر هذايا نكليكي لهنا نصنع بروجي فلاتر. لهنا عندي نحل بروجي اكزيست ديجا. لهنا عندي check out project from version control. كان عندي بروجي موجود في الجيت لاب ولا جيت هاب نتيليشارجيه نحلو. هنا كان عندي ابيكا هذه هذه الفيرسيون معناتها الاكستنسيون تاع الابليكاسيون اللي باش نديفلوبيها. يعني كي نديفلوبي ابليكاسيون اندرويد تطلع لي الاكستنسيون تاعها بوان ابيكا. هنا كان نحب نحل ابليكاسيون كيكا. هنا عندي امبورت بروجيكت مخدوم باكليبس. كان عندي بروجي مخدوم باكليبس هذا قبل كانوا يخدموا باكليبس فيديو قديم هذا مخدوم. كان عندك بروجي مخدوم بيه تنجم تحلو من هنا. لهنا كان تحب تمبورتي كود اندرويد سامبل. نحنا اول حاجة بنجربو نصنع بروجي. كليكي لهنا باش نصنع بروجي. لهنا يقولي الابليكيشن نيم، هنا اسم الابليكاسيون تاعي مثلا نسميها فيرست ابليكيشن. فيرست ابليكيشن لهنا يقولي الكمباني دومين. هنا الكمباني دومين هو يكون جينيرالمون اسم السوسيتي بوان كوم والا اسمك انت بوان كوم. هذا هو شنو يجي يعمل، يجي يحط لك الابليكيشن نيم والكمباني نيم، يصنع لك بهم ابليكيشن اي دي. الاي دي نتاع الابليكيشن هذا لازم يكون يونيك، لازم يكون يونيك معناتها في معناتها في الستور. كيفاش نعرف انا الابليكيشن اي دي نتاعي يونيك والا لا؟ معناتها نجي نجرب مثلا first application. لهنا اسم الكمباني بتاعي احمد.com، هو بشي يمشي يصنع لي application id اسمه first application، يسميه com.احمد.firstapplication. لهنا انا نمشي نشوف هذا الابليكيشن package name، هو بشي يجنري لي بيه الابليكيشن id، نمشي نشوفه اسكو موجود هذا والا لا. كيفاش نعرفو موجود ولا لا؟ نمشي للبلاي ستور play.google.com. هنا نمشي نشوف اي ابليكاسيون هنا في ستور موجوده عندها ابليكيشن اي دي هذاك يونيك. كي نكليكي باغ اكزومبل على واتساب نشوف الابليكيشن اي دي نتاعو شنو هي. هذا نلقاه اي دي لهنا، عندنا اي دي ايكال com.whatsapp. نجي انا لهنا نحط الابليكيشن اي دي نتاعي نشوفو اسكو اكزيست ولا com.ahmed.firstapplication. كان نجيب لي ابليكاسيون الور اكزيست، سينو كي يجيب لي هكا معناتها اكزيست با. يعني نجم نسمي انا الابليكاسيون تاعي هكا، معناتها نجم نسمي لها معناتها ابليكيشن اي دي com.ahmed.firstapplication. لهنا عندنا البروجيكت لوكيشن، وين باش نسجل البروجي تاعي. لهنا نختار وين باش نسجلو، نجم نسجلو على الديسكتوب ديريكت، نقولو اوبن. آه،
لهنا عنا include C++ support و include Kotlin support. هذه كان باش نخدم بكوتلين. كوتلين هذا لونغاج دو بروغراماسيون جديد عملته جوجل، معناتها نجمو نديفلوبيو بيه لابليكاسيون اندرويد. و عنا C++، معناتها كان عندي دي كود باش نكتبو بC++ ولا بكوتلين، نحط نسيليكسيونيهم هذوما، سينو من غير ما نسيليكسيونيهم. لهنا بعد كي نعمل next، لهنا يقول لي على شنو تحب الابليكاسيون تاعك تمشي، على لي فون ولي تابليت، على الوير معناتها لي سمارت ووتش، ولا على لي تي في، عندك اندرويد اوتو بالنسبه للكراب. انا ثينكس احنا بور لو مومون باش نجربو نخدمو ابليكاسيون تمشي على لي فون ولي تابليت. لهنا نسيليكسيوني التارجت، معناتها سيليكسيوني الابليكاسيون تاعي على انا تليفون، معناتها باش تمشي الى هناك. بنسيليكسيوني مثلا لولي بوب، لولي بوب تمشي معناتها من لولي بوب وانتي طالع، معناتها على الفيرسيون اللي بعد لولي بوب الكل. لهنا نحب نعرف انا قداش مثلا من لولي بوب وانتي ماشي، قداش بورسنتاج تاع العباد. لهنا نلقى 85% من لي ديفايس الموجودين يمشيو باللي فيرسيون لولي بوب واللي فوقهم يعني. لهنا نحب نعرف دي ديتاي على الحكايات هذوما. لهنا نلقى ايس كريم هذا فيرسيون 15 100% سيبورتي. لهنا عندنا 99.6% سيبورتي جوليبين، لا بي 16، عندنا 17. لهنا انا سولون لي فيتشر اللي في الابليكاسيون تاعي واللي فونكسيوناليتي يعني كل شيء، نختار الفيرسيون ابي ليفل يعني نختار. فما حاجات يمشيو على ابي ليفل القدوم، فما حاجات ما يمشيو كان على جدد. معناتها انا سولون لي فونكسيوناليتي اللي عندي نختار الابي ليفل، وسولون قداش نحب نسيب لي عباد يعني. هنا بار اكزومبل نحنا قلنا اعملوا لي بوب وانتي ماشي. لهنا انكلود اندرويد انستنت اب سيبورت، هذايا كي نسيليكسيونها نولي عندي لا بوسيبيليتي نعطي لوتيليزاتور ينجم يتستي لابليكاسيون نتاعي ومن قبل ما تيليشارجيها من اللي هي في ستور، ينجم يعمل تيست يتستاها في ستور. بعديك كان عجبته تيليشارجيها، كان ما عجبتوش ما تيليشارجيهاش. هنا بعديك نكليكي نيكست. نيكست يقول لي انا هي اد ان اكتيفيتي تو موبايل. لهنا نختار انا هي الاكتيفيتي الموجوده بار ديفو، معناتها في البروجي نتاعنا. لهنا نجم نصنع بروجي من غير حتى اكتيفيتي، ومن بعديك نجم نزيد له. لهنا نجم نختار له امتي اكتيفيتي ولا بوتون نافيجيشن اكتيفيتي ولا بيزك اكتيفيتي. نحن بالنسبه للبروجي نتاعنا زي الاول باش نختاروا امتي اكتيفيتي. كي نختار امتي اكتيفيتي نكليكي نيكست. لهنا باش يسالني شو اسمها الاكتيفيتي اللي تحب اللي قلت معناتها باش نزيدها لك معناتها من الاول. نقول له مثلا سميها لي مين اكتيفيتي. لهنا يقول لك انجينيري لك لاي اوت فايل والا لاي اوت فايل هذا شنو هي. انا الاكتيفيتي نتاعنا تتكون من كود جافا ولاي اوت. لاي اوت يقول لك سامع لاي اوت هذه باش يكون فيها الديزاين، والاكتيفيتي باش يكون فيها الكود يعني التريتمون تاع الفيو نتاعي. لهنا عندنا نسيليكسيونها هذايا. لهنا كي ما نسيليكسيونيش كي ما نسيليكسيونيش جينيريت لاي اوت فايل ينحيها لي هذايا اللاي اوت. لازم تنسيليكسيونها اللاي اوت هذي باش يكون فيها ديزاين. بعد كده نكليكي فينيش. هنا يبقى يصنع لي في البروجي نتاعي، نستناه حتى لي يصنع. انا جافا. لهنا اول حاجه نشوفوها في البروجي نتاعنا هي الاركتكتور. لهنا عندنا الاب وعندنا الجراد. الاب شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه اول حاجه المانيفيست. المانيفيست فيها في شيء اسمه اندرويد مانيفيست بوينت اكس ام ال. هذا شنو هي فيه؟ هذا هو البوان دونتري نتاع الابليكاسيون تاعنا. شنو نلقى فيه؟ نلقى فيه الابليكيشن، عندنا هنا ليكون، هنا نعطيك وين ليكون موجوده. هنا عندنا اللابيل. لابيل هي الاسم اللي يكون تحت الايكون هذيك وقت اللي نشوف لي زابليكاسيون. انا في الهوم نشوف لي زابليكاسيون تاعي نلقى فما ايكون وفما لابيل الاسم هذيك نتاعي اللي تحت. لهنا راوند ايكون هذي ايكون راوند. لهنا عندنا سيبورت ار تي ال هي سيبورت رايت تو ليفت.
كان عندي الابليكاسيون تاعي تمشي بالعربي، نحطها ثرو، كان باش تعمل الابليكاسيون تمشي من رايت ليفت. هنا عندنا التيم، هنا عندنا ديكلاراسيون تاع لي زاكتيفيتي نتاعنا. هنا الاكتيفيتي هذيا هي المين اكتيفيتي اللي صنعناها بكري. هنا نلقى فيها انتانت فيلد، هذيا باش يكون فيها هذي انتانت فلتر. لهنا عنا التيب نتاع الاكتيفيتي نتاعنا، الاكتيفيتي نتاعها لهنا عنا هي مين، وعنا لهنا الكاتيجوري نتاعها هي لانشر، معنتها هي الاكتيفيتي اللي باش تمشي لو لاني. اول اكتيفيتي تتعنى في اول ابليكاسيون، اول اكتيفيتي يحطها في انت يحطها هي الطفيشه الاولى هي هذي. وقت اللي انا نصنع بلوزير اكتيفيتي ونحب نبدل نحط اكتيفيتي اخرى هي الاولى، نولي نهز هذي تانت فيت نحطها فيها هي. نشوفوهم بعد كيفاش نجم نعملوها. لهنا عنا جافا لهنا عنا كوم، هذي الباكيج نيم اسمه كوم بوان احمد بوان فيرست ابليكيشن، نلقاو في وسطو مين اكتيفيتي، هذه الاكتيفيتي جافا اللي صنعناها لكي. هذه شنو نلقى فيها؟ نلقى فيها لي زيمبورت اول حاجة. هنا عنا الباكيج اسمه الباكيج اللي هو كوم بوان احمد بوان فيرست ابليكيشن، هنا عنا لي زيمبورت، هنا يمبورت الاب كومباكت اكتيفيتي. لهنا عنا public class اسم الاكتيفيتي نتاعنا، تكستاندي من اب كومباكت اكتيفيتي، هذا كلاس فيه اكتيفيتي اللي باش نريتيه انا باش نريديفيني، نعمل ريديفينيسيون تاع لي ميثود نتاع اوفر رايت. باغ اكزومبل اون كرييت، في الاون كرييت انت في الاون كرييت باش نافكتي عندي سيت كونتنت فيو، باش نافكتي عندي اللاي اوت عندي ديزاين، باش في الكود لهنا باش نحط الديزاين نتاعي. انت لهنا باش تلقى الاير بوان لاي اوت بوان اكتيفيتي نيم، هذي وين نلقاها تحت ريسورس لاي اوت، نلقى اكتيفيتي نيم هي هيك. كي نكليكي عليها انا يهزني هذي، كي نكليكي يهزني هذي، طب شي فيشينا الديزاين. هنا في الريز نلقى عندي دروبل، دروبل باش يكون فيه لي زيماج نتاع لابليكاسيون نتاعي، لاي اوت فيها لي فيو نتاع لي زاكتيفيتي نتاعي، وعندنا الميت ماب، الميت ماب باش يكون فيها لي زيكون. هنا اي سي لانش اللي هي لقيناها في المانيفيست، هنا عاملها يعيط لها لهنا، حاط ميت ماب سلاش اي سي لانش. هنا نلقاو لي زيكون، نجم نحلو هذايا. هنا كي نحل الريز نلقى عندي ميك ماب، ميك ماب فيهم لي زيكون، كي نكليك عليه نحلها، نلقى لي زيكون بديفيرونت تاي، عنا هاش دي بي، ام دي بي، وكل تاي هذايا ديدي لريزولوسيون معينة. هنا عنا الراوند اللي هي تبدا الدورة، الايكون نتاعنا. هنا عنا الفاليوز، الفاليوز شنو نلقى فيه؟ نلقى كالرز، كالرز فيه لي كولور، ديكلاراسيون تاع لي كولور. هنا كان عندي دي كولور نخدم بها في الابليكاسيون تاعي، عندي كلاريهم جلوبال كيما كي، ونعيط لهم في البلايص الكل. نهار اللي تبدل عندي الديزاين، نهار اللي تبدل الديزاين نتاع الابليكاسيون تاعي، الكولور نتاع الابليكاسيون تاعي، نجي نبدلهم في بلاصة واحدة، معنتها نبدلهم كان لهنا، ويبقى لي معنتها لي زابيل يبقاو صحاح في البلايص الاخرين. عنا سترينجز لهنا، نديكلاري لي سترينج نتاعي باش يكونوا جلوبال لهنا، ونعيط لهم في البلايص الكل. نهار اللي تولي الابليكاسيون تاعي مثلا هي تو مثلا باللونجلي، نهار نحب نردها بالفرنسي نزيد في شي سترينج اخر، يولي عيط له يعني، هذي باش تولي معناتها ديفيرون لونج. معناتها هذي لوتيليتي نتاع في شي سترينج، هو باش نسونتراليزي لي سترينج الكل في بلاصة واحدة. ثاني حاجة باش وقت اللي نحب نبدل اللونج، نبدل اللونج يعني نحط لونج اخرى فرنسي وعربي اونجلي. لهنا عنا ستيل، هنا نديكلاري لي ستيل نتاعي، مثلا بوطون البوطون لي بوطون نتاعي ديكلاري ستيل نتاع بوطون لهنا، ولي بوطون الكل نعيط لهم بالستيل هذايا، من غير ما نبقى في كل بوطون نحط لها في الكالر باك جراوند كالر و تكست كالر وكل شيء. هذوما الكل نرجعو لهنا باش نشوفو اللاي اوت نتاعنا نتاع بكري، هذه اللاي اوت نتاعنا.